شاء الله. كابسامة ألف مبروك، يمكن أداء النادي الأهلي اختلف في الشوط الثاني ولكن قدر يحافظ على تفوقه واستحق 3 نقاط. مفيش شك في مجمل الماتش النادي الأهلي يستحق فرص كتير وثلاث أهداف رائعة الشوط الأولاني وكان متسيد تماما. الشوط الثاني البداية فيها هدوء شوية وتغييرين لكابتن حلمي اللي هم مهاب ياسر واحمد فوزي بدل العجوز ودينو بيتر. احمد فوزي واخد الجنب اليمين ظهير ايسر ومهاب ياسر لعب تحت المهاجمين وكريم فؤاد طلع قدام ناحيه الشمال. التغييرات دي عملت حيويه علي فوزي. التغييرات دي عملت حيويه ونشاط وخاصه في الجنب اللي فيه احمد كوكا وكهربا. كهربا كان مريح شويه ما كانش بيساعد دفاعيا كوكا، واحنا يمكن قلنا في بدايه الماتش الاجنحه المفروض تساعد كوكا وبيكام لان هم عندهم الاطراف كويسه. فعلي فوزي عمل شغل كويس الشوط الثاني وقدروا يجيبوا ضربه جزاء بدون داعي من سعد سمير. التغييرات بتاعه ديانج وناصر ماهر وطاهر في الدقيقه 71 عدلت الماتش ثاني صح، وابتدينا نسيطر ورحنا باكتر من فرصه انفراد لقفشه وكذا فرصه يعني مزبوط. لكن في مجمل الماتش النادي الاهلي يستحق واستغل الفرص اللي احنا كنا بنقول بيضيعها الشوط الاولاني، والشوط الثاني لو استغل الفرص كانت ممكن نتيجه زود توصل باكتر.